ورحمة الله وبركاته أحبائي الطلاب الصف السادس، معاكم المعلمة رقية الراعي. طبعا رح أكون معكم أنا هالفصل لشرح مادة الفن بليملير. طبعا إحنا كنا صف خامس سابقا وكنا جداد في المرحلة الإعدادية، هلا صرنا أكبر بشوي وصرنا صار عندنا خبرة بالمرحلة الإعدادية ودروسها. طبعا المرحلة الإعدادية مرحلة متوسطة بمر فيها الطالب. طبعا هاي المرحلة هي من أهم المراحل، لأن هي تعد مرحلة تأسيس للمرحلة الثانوية. طبعا كل الصفوف مرتبطة ببعضها البعض. مثلا هلا رح نشوف نحن اول يونيتة مرة معنا بالصف الخامس، ولكن بشكل بسيط هلا رح نتعرف عليها بشكل اوسع. يعني هذا الدرس نحن مارق معنا بالصف الخامس ولكن بشكل بسيط جدا. هلا شوي طالما كبرنا فنحن وصار عندنا خبرة بهيك مواضيع، فصرنا رح نتوسع شوي بالعنوان اللي رح ناخده هلا. طبعا مباشرة رح بلش بالوحدة الاولى برينج يونيتة. الوحدة الأولى güneş sistemi ve tutulmaları. فإذن güneş sistemi، güneş şems، sistemi نظام. فإذن النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية، النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية في نسميها. ve tutulmaları، tutulmaları يعني هي الخسوف والكسوف، رح نتعرف على الخسوف والكسوف. فإذن طبعا هاي الوحدة مقسمة لقسمين، أول قسم güneş sistemi المجموعة الشمسية أو النظام الشمسي. جونيش سيستم دكي جزيجان، رح نتعرف على الجزيجان يعني كوكب. فإذا الكوكب الكواكب الموجودين في المجموعة الشمسية. رح نتعرف على الميتيور لار جوكتاش لار. رح نتعرف على الشهاب جوكتاش شهاب، ميتيور نيزك، تمام. ورح نتعرف على أسترويت لار، أسترويت لار اللي هي الكويكبات يعني كوكب ولكن صغير شوي. أما القسم الثاني جونيش في آي طول ملاره، فإذا خسوف وكسوف القمر، هدول هنا رح ناخدهم خسوف الشمس وكسوف خسوف القمر وكسوف الشمس. طبعا القسم الأول جونيش سيستمي، رح نشوف كونو كاورام لاره. فإذا المصطلحات المتعلقة بالموضوع هذا، كونو الموضوع والمصطلحات. راح نشوف جونيش سيستم حكينا هلا عنه. جونيش سيستم يعني المجموعة الشمسية أو النظام الشمسي. جازيغانلار الكواكب، ميتور النيزك جوكتاشو شهاب، أسترويد اللي هو كويكب. طبعا أنا هلا كل الكلمات الجديدة كاتبتها هون، هلا بنشوفها شرحتها هون، هلا بنشوفها. طبعا ببولم ده تمام لاندنزدا شو راح يصير، بس نخلص هيدا القسم شو راح نتعرف، شو راح يكون لازم نحن نكون عندنا معلومات. راح نتعرف على جونيش سيستم دكي جازيغان لا تمال اوزليك ليرور مش اولجاز. فاذا راح نصير نعرف الصفات الاساسيه للكواكب المجموعه في الشمس الموجوده في المجموعه الشمسيه. جونيش سيستم دكي موديليا ما بجريسي كاين كازان جاز، راح نتعلم كيف نصنع نحن مجموعه شمسيه. ميتور جوكتاش أسترويد كاورام لارينو أورين جاكسنس. فإذا رح تتعرفوا على هاي المصطلحات اللي هي النيزك والشهاب والكويكب. نبدأ بالدرس. Güneşin çevresinde dönüp duran çok gök cisimleri vardır. Bu gök cisimlerin güneşe uzaklıkları, yapıları, izledikleri yollar birbirinden farklıdır. فإذا حول الشمس بالمجموعة الشمسية، حول الشمس في عنا كتير مجموعة كتير من الأجسام السماوية. حول الشمس في عندي كتير مجموعة من الأجسام السماوية حول الشمس. طبعا هاي الأجسام مختلفة عن بعضها البعض بحسب البعد والقرب عن الشمس أو المسار اللي بتتخذه. بوجوك جسيمير جازيغان في أودولار أسترويتلار ve kuyruklu yıldızlar sınıflandırabiliriz. Fazan hal gök cisimler, hal ajsam semaviye şu mümkün tkun? Mümkün tkun gezegen, kavkab, uydu, tabi'. Tabi' şu yani tabi'? Huwa ay şey, cisim, gök cisim, tamam? Gezegen çevresinde dolanır. Fazan yedur havle kavkab ma, hada mensemi tabi'. Fazan tabi' huwa şey bidur havl el kavkab, ay cisim bidur havl el kavkab au yedur havle şey emma. تمام. هلا رح اتعرف عليه. طبعا مثل الارض مثلا، الارض يدور حولها القمر، فانا بقول القمر هو تابع للارض. اي دنيانن اويدو صدر.
طبعا هي اخذناها بالصف الرابع. استرويتلر درسناها كمان. استرويتلر اللي هي هلا عفوا مو درسناها هلا حكيت عنها. الاسترويتلر هو اسمه كويكب يعني كوكب، ولكن مو يعني كوكب صغير جدا، كوكب صغير يعني ما هو بحجم كوكب وانما اصغر من الكوكب. قيروقلويلدزلار مذنب، المذنبات. فاذا هاي الاجسام السماويه فيني هيك صنفها، فاذا يا بدها تكون كوكب او تابع او كويكب او مذنب. نجم إلو ذنب طبعا هلا بورجيكم صورته. جونش جزيجانلر، جزيجانلرين أودو أستريت أستريتلر كويروكلو يلدزلرين أولوش تردو بو سيستم جونش سيستمي أولارك أدلاندنر أدلاندرر. هاي مهمة. فإذن بيقولونا ما هي الجونش سيستمي نادر. جونش سيستمي جونش سيستمي جونش يتألف الجونش سيستمي من شو نايدن أولوشور جونش من الشمس اهم شيء طبعا لاني على اسمه. جزيجان لار الكواكب. جزيجين جزيجان لارين اويدولاري جزيجان لارين اويدولاري التوابع اللي حول الكواكب اللي مثل القمر او غيره. استرويت لار اللي هن كويكب. كويروكلو يلدزلار المذنبات. هاي بتشكل الجونش سيستمي. طبعا اللي راح ورجيكم انا صوره للمذنب، راح اورجيكم مباشرة صورة له بسرعة شوي بس طلعنا كتير. صورة المذنب هون موجودة. لايكو هذا هو مذنب، بسميه مذنب. نتابع. فاذا هذا اللي حكينا عنه. هلا بنشوف شو في بالدرس مخبينا. هلا ميلونا جناتين شبرسين ده kendilerine ait yör yörüngelerde dolanan görsel yapılı yapılı gök cisimlerden ad verilir. Yörünge yörünge هاي كلمة جديدة هلا كمان كاتبت لكم اياها انا. يörünge يعني مدار. فاذا يörünge يعني مدار. يعني لاحظوا مثلا هذا الكوكب مداره هيك بيدور بحول بهذا الخط، تمام؟ ما بيصير يرجع لورا او لقدام، تمام؟ بهذا الخط تمام بيدور هيك. مثلا الكرة الأرضية بتدور هيك على هذا المسار هذا الخط، ما بصير تجي تدور محل هذا الكوكب أو شيء، لا، كل كوكب له محل محل بدور عليه، له مسار بدور عليه. يورونجي هذا هو المسار الذي يسلكه الكوكب، طبعا ما بيتغير المسار ثابت. يورونجي اللي هو المسار. طبعا شو بنسمي الاجسام لها شكل دائري تدور حول الشمس وفق مدارات او وفق مسارات بنسميها جزيجان، بنسميها كواكب. اي جسم له دائري له شكل كروي تمام ويدور حول الشمس وفق مدارات بنسميه جزيجان يعني كوكب. جزيجانلرين بير يلدزن etrafında belir belirli bir yörüngede dolanan gök cisimleri güneş sistemindeki 8 gezegen bulunmaktadır. فإذن هون لازم نعرف فإذن بالجنش سيستمي. فإذن عن gezegenlerin bir yıldızın etrafında belirli yörüngede dolanan gök cisimlerdir. فإذن الكواكب الكواكب هي عبارة عن أجسام تدور حول نجم. الشمس هي نجم، إلنا الشمس هي من النجوم، الشمس هي نجم. فإذا الكواكب هي عبارة عن أجسام تدور حول نجم وفق مسارات. طبعا جونش سيستم دقيقة كاش جزيجان عندي 8 جزيجان بلون مقتدر. فإذا بالمجموعة الشمسية عندي 8 كواكب موجودين بالمجموعة الشمسية يدوروا حول الشمس وفق مسارات يورونجلر وزرين ده. Bu gezegenlerin yapıları büyükleri güneşe olan uzaklıkları ve güneş etrafındaki dönme süreleri birbirinden farklıdır. Taban hayitmen kavakeb مختلفين طبعا بتركيبهم. yapılar تركيب büyükler büyüklük büyüklük اللي هو الحجم. مختلفين كمان بأحجامهم. güneşe olan uzaklıkları
مسافاتهم ابتعادهم عن الشمس ويجونيشن اطراف دكي دون مسوريلري وفتره دورانهم حول الشمس. مثلا نحن بنعرف انه الارض تحتاج لسنه كامله لحتى تخلص دوره كامله حول الشمس، تمام؟ بس مثلا هذا قريب جدا فبجوز ما يحتاج هالمسافه كلها، تمام؟ فاذا فتره دورانهم حول الشمس كمان بتختلف من كوكب لكوكب، تمام؟ وبيختلفوا عن بعضهم البعض باليابولار، اليابرو اللي هو التركيب اللي لهم، وبيختلفوا ايضا بيوكلوكلار بحجمهم، وبيختلفوا ايضا عن بعضهم البعض في جونيشن دون ماسوريس، فاذا دولان ماسوريس بيختلفوا عن بعضهم البعض بفتره دورانهم حول الشمس. طبعا شو هنن الجزيجانلار اللي عندي جونيش سيستمدكي جزيجانلار جونيش ان يكون اولاندان باش ليرق. فاذا رح نشوف رح هنن نعرف نتعرف على الكواكب، رح نتعرف على الكواكب وفقا من الاقرب الى الشمس للابعد. مين هن الاقرب الى الشمس؟ ميركور، ميركور عطارد، فينوس، فينوس الزهره، دنيا الارض اللي هي نحن عايشين فيها الكره الارضيه، مارس المريخ، جوبيتر، جوبيتر المشتري، ساتورن، ساتورن الزحل، اورانوس، اورانوس، اورانوس طبعا، نبتون، نبتون، نبتون اسمه بالعربي نبتون. هدول هن اسمائهم. طبعا انا هون كل المصطلحات الجديده اللي مرقت معنا كلها كتبتها هون، فينكم تكتبوا جونيش سيستمي المجموعه الشمسيه، جزجان يعني كوكب، يورونجي يعني مسار او مدار، استرويد اللي هو كويكب او كوكب صغير، كويروكلو يلدزلار، كويروكلو يلدزلار كاتبتها بالاصفر، مذنبات، اويدو تابع كتبتها بالابيض مشان نتذكر دائما تابع شو يعني، يعني مثل القمر، هو جسم يدور حول كوكب مثل الارض مثلا يدور حولها القمر. اما هلا هون كتبت اسماء الكواكب بالاحمر، هن 8 كواكب، ميركور عطارد، فينوس الزهرة، دنيا الأرض، مارس المريخ، جوبيتر المشتري، ساتورن زحل، أورانوس، أورانوس، نبتون، نبتون. بتمنى يكونوا هيك واضحين ودونتوا هاي المعلومات أو هاي الترجمة عنكم على الكتاب. تمام، ننتقل مباشرة للدرس بنكفي. فإذا ترتيبهم حسب الأقرب للشمس، ميركور، فينوس، دنيا، مارس، جوبيتر، ساتورن، ساتورن عفوا، أورانوس ونيبتون. أبعد شيء نيبتون وأقرب شيء ميركور، تمام. فإذا الأرض وين بتيجي ترتيبها؟ يتنجو الأرق. فإذا بتيجي من حيث البعد عن الشمس الكوكب الثالث، تمام؟ ترتيبها من حيث البعد عن الشمس هو الكوكب الثالث. طب لاحظوا على الرسمات برأيكم مين أكبر كوكب بيناتهم كشكل؟ الأكبر هو مبين جوبيتر، جوبيتر اللي هو المشتري، المشتري طبعا هذا الاكبر، تمام. وانما من ناحيه البعد عن الشمس بياخذ رقم بير 2 3 4 5، فاذا بياخذ رقم 5 جسر هذا اولور. فاذا الجوبيتر هو اكبر كوكب لمجموعتنا الشمسيه، من حيث الكبر هو رقم 1 ولكن من حيث البعد عن الشمس رقمه 5. طبعا هون عم يقولوا لنا جازاجانلارين يابوسال اوزاليكلارينه göre iki grupta inceleyebilirsiniz. فاذا مقسمة هاي الكواكب الثمانية إلى قسمين بحسب شو؟ يابوسال أوزاليكلاري. فإذا يابوسال بحسب تركيبة الخواص التركيبية اللي إلها. فإذا يابوسال أوزاليكلاري الخواص التركيبية، يابوسال أوزاليكلاري فإذا الخواص التركيبية. طبعا هدول هن أسماء الكواكب أكيد أكيد للحفظ وبالترتيب بحسب القرب والبعد عن الشمس. طبعا يابوسال أوزاليكلاري هي الخواص التركيبية. شو هن الخواص التركيبية؟ مقسمة لقسمين إيتش جازاجانلار الكواكب الداخلية يعني كاراسال يعني لها تركيب يابسة وفيها يابسة، تمام؟ يعني تركيب حجري فيه حجر. أما دش جازاجانلار غاسال تركيب غازي، لها تركيب غازي، تمام. ايش جزيجانلار، ايش جزيجانلار
طبعا مين هن الاتش جزيجانلر؟ ميركور عطارد، فينوس الزهرة، دنيا الأرض، مارس المريخ. هدول كلهم كواكب داخلية، الكواكب الداخلية يعني أول أربع كواكب قريبة على الشمس بنسميهم اتش جزيجانلر كراسل، كواكب التي لها تركيب صخري. طبعا جوناشين سيستمدكي إلك دورت جزيجاندر، فإذا هم الاتش جزيجانلر هن أول أربع كواكب بالمجموعة الشمسية. يوزيلري ميتال كارشمنا صاحب سرت كايلاردان كايلاردان أولوشور كاي كايا كايا عفوا كايالاردان أولوشور كايا يعني كايا صخور، فإذا سرت كايالاردان تتألف من يوزيلري يوزي السطوح الإلى، ميتال كارشم ميتال كارشم هي عبارة عن خلائط معدنية معادن خليط من المعادن، سرت كايالار دان أولوشور وصخور قاسية، فإذا سطحها يتألف من خلائط من المجموعة من المعادن و سرت كايالار وصخور قاسية. دنيا كراسال جزيجانلرين أم بيودر، فإذا الكرة الأرضية هي أكبر الكواكب الكراسال أكبر الكواكب الصخرية، الكرة الأرضية هي أكبر الكواكب الصخرية يعني هي أكبر أول أربعة، هي الأكبر بين أول أربع كواكب. هلأ الضش جزيجانلر الكواكب الخارجية اللي هي غاسال الكواكب اللي لها تركيب غازي. طبعا هون الكراسال كانت جوناشين إلكدورت جزيجاندر هي أول أربع كواكب، الضش جزيجانلر هي جوناشين سيستم دكي سوندورت جزيجاندر اللي هي آخر أربع كواكب بالمجموعة الشمسية اللي هن جوبيتر المشتري، ساتورن، زحل، أورانوس، نيبتون. yapıları çeşitli gazlardan oluşur. فإذا تركيبتها تتألف من غازات مختلفة. جوبيتر طبعا إن دنيا أن بيوك كراسال كراسال غاز كراسال جزيجانلارد، الكرة الأرضية هي أكبر الكواكب التي لها تركيب صخري. هون عنا جوبيتر، جوبيتر هو غاسال جزيجانلرين ان بيودر، فاذا المشتري هو اكبر الكواكب التي لها تركيب غازي. اتمنى هيك يكون واضح. فاذا جونيش سيستما جونيش سيستمي اكي بلوما ايرولر جزيجانلر ده ايش جزيجانلر يعني كراسال لها تركيب صخري. طبعا ilk 4 gezegen اللي هن ميركور فينوس دنيا مارس، اما الضش جزيجانلر الغاسال يعني جوبيتر ساتورن اورانوس ونيبتون. طبعا الكراسال يوزيلري ميتال كارشمدان، فاذا تتالف من خلائط معدنيه وسارت كايالار وصخور قاسيه، اما الغاسال تتالف من شيشيتلي غازلاردان اولوشور تتالف من غازات مختلفه. طبعا ان بيوك كراسال جزيجاندر هو دنيا، دنيا هي اكبر كوكب ب مجموعة أو في قسم الكراسال، أما جوبيتر هو أكبر كوكب في مجموعة الغاسال. أتمنى هيك يكون واضح. هلأ جونيشين سيستمindeki bazı gezegen etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine ne ad verilir؟ فإذا ما هي ما ماذا يسمى بعد ماذا نسمي الأجسام التي تدور حول الكواكب ولا ماذا نسمي الأجسام التي تدور حول الكواكب؟ نسميها أودو، نسميها تابع، نسمي الأجسام التي تدور حول الكواكب بالتابع، مثل القمر مثلا، القمر هو تابع للكرة الأرضية لأنه يدور حول الأرض. هلأ طبعا هون بقسموا لقسمين الكواكب، هون عندي 8 كواكب، كوكبين منهم ما إلهم أيدو أبدا، ما إلهم تابع بنوب، أيدوسو بولون ميان جزيجانلر، فإذا الكواكب التي ليس لها تابع أبدا مثل ميركور فينوس، فإذا عندي عطارد والزهرة ليس لهم أي تابع يدور حولهم، أيدوسو بولون الباقي، أما باقي الكواكب فهي لها تابع مثل لها أقمار يعني مثل الدنيا، فإذا لها أقمار، فإذا ليس له قمر الأيدو يعني تابع مثل القمر، تمام؟ فإذا ميركور
قمر، ميركور ليس له قمر يعني، ولا الفينوس، لا العطارد ولا الزهرة، يعني أول كوكبين في المجموعة الشمسية ليس لهم أقمار. أما ما تبقى دنيا، مارس، جوبيتر، ساتورن، أورانوس ونيبتون، كلهم هدول لهم أقمار. طبعا في منهم لهم قمر واحد، في منهم لهم اثنين، في منهم لهم 16 حسب. رح نتعلمهم هلأ. هلأ جنر سيستمindeki gezegenlerin büyüklükten küçüğü. رح نرتبها، رح نرتب الكواكب من الكبير للصغير. هلا هون رتبناهم بحسب الأقرب للشمس للأبعد، صح؟ هلا هون رح نرتبهم بطريقة تانية، من الأكبر للأصغر. مين أكبر شيء لنا؟ جوبيتر، ساتورن، أورانوس، نبتون، دنيا، فينوس، مارس، ميركور. أصغر شيء ميركور. تلاحظوا كان أقرب شيء للشمس أخذ رقم واحد بالترتيب، هو أقرب شيء للشمس، ولكن بالحجم هو أصغر كوكب، تمام؟ فإذا هذا بحسب الحجم من الكبير للصغير. فإذا جوبيتر، المشتري، ساتورن، زحل، أورانوس، نيبتون، دنيا الكرة الأرضية، فينوس، الزهرة، مارس، المريخ، وميركور ميركور وطارد. هلا طبعا هذا الترتيب كمان رح نحفظه بحسب الحجم. هون رح يكون هذا الترتيب بحسب الحجم. اول ترتيب اخذناه هو بحسب القرب والبعد عن الشمس. هلا هون عم يقولوا لنا güneşe yakınlıklara göre gezegenlerin sırasıyla inceleyelim. فإذا لحتى خلينا نتعرف على الكواكب بحسب طبعا وفق ترتيبها من الأقرب للشمس للأبعد. رح نتعرف عليها. أول كوكب عندي ميركور، عندي أول كوكب هو ميركور، عندي أول كوكب اللي هو ميركور. Güneş'e en yakın ve güneş sistemindeki en küçük gezegendir. فإذا هو ما هو رتبناهم من حسب الأقرب للشمس للأبعد رح نتعرف عليهم. فإذا هو ميركور العطارد هو أقرب كم هو أقرب كوكب للشمس وهو أصغر كوكب. لاحظوا بترتيبه من حيث الكبر هو آخر شيء بالترتيب، فإذا هو أصغر شيء، فإذا هو أصغر كوكب. أودوسو في هالقصي يكتر، ليس له لا قمر ولا حلقة تحيط به، ولا حلقة تحيط به. لاحظوا هو كمان إنه أودوسو بالمية، فإذا ليس له أقمار. ميركور وفينوس هدول ما لهم أقمار. Güneşe çok yakın olmasından ve kendi etrafında çok yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüz arasındaki sıcaklık çok farkı çok fazladır. فإذا لأنه هو كتير قريب من الشمس ويدور حول نفسه. فإذا أي كوكب يدور حول الشمس وأيضا يدور حول نفسه. هاي المعلومة أخذناها السنة الماضية بالصف الخامس، أنه كل كوكب يدور حول الشمس ويدور أيضا حول نفسه. فهو بيدور حول الشمس وأيضا يدور حول نفسه، ولكن لأنه دورانه حول نفسه كتير 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 بطيء، فبيكون في عندي فرق بدرجات الحرارة بين الليل والنهار. فإذا في عندي فرق بدرجات الحرارة ما بين الليل والنهار. كتلتي دنيانن كتلتسنين يطلاشق 20 بيري كادردر. فاذا هو صغير جدا، يعني هو قد حجم الارض، يعني هو حجمه من حجم الارض 1 على 20، 1 على 20 من حجم الارض، صغير جدا. اتموسفيري يكتر، ليس له غلاف جوي. اتموسفير يعني غلاف جوي، فاذا وليس له غلاف جوي. هذا هو الميركور عطارد. طيب فينوس، فينوس كمان ليس له كان قمر، ليس له قمر إذا نتذكر. فإذا جونيشا أن يكون إكينجي جازاجاندر، فإذا رقم 2 من حيث القرب إلى الشمس. طيب ومن حيث الكبر شو رقمه؟ من حيث الحجم رقمه، لاحظوا 1 2، لا رقمه 6، ويأخذ رقم 6 بالحجم، رقم 6 بالحجم. بيكلوك باكم انضم، من حيث الحجم altıncı sırada yer alır، ويأخذ حجم رقم 6 في من حيث الحجم. أودوسو في هالقصي يكتر، ليس له لا حلقة ولا قمر. Güneş ve aydan sonra gökyüzünden gözlenebilen en parlak gök cisimidir. فإذا ما بعد الشمس والقمر بيجي فينوس، من حيث اللمعان، من حيث اللمعان هو كوكب لامع جدا. يعني اول نحن بنشوف اذا كانت موجوده الشمس ما راح نقدر نشوفه لفينوس، لانه الشمس بتلمع اكثر منه. فاذا هو اكثر كوكب لامع بعد الشمس
والقمر. فإذا بيجي برقم 3 من حيث اللمعان، تمام. فإذا ان بارلان كو جسم فينوس تور، فإذا هو أكثر كوكب لمعانا. جيجي إلك بارليان، فإذا هو أول جسم بيلمع في المساء. وصباح صباح سون سونان فينوس، وآخر كوكب ينطفئ في النهار. هو طبعا ما بينطفي بالنهار، ولكن لأن الشمس بتطلع فما عاد بنشوف لمعان ومقابل لمعان الشمس. طبعا فإذا يلدز gibi algılandığında halk arasında çoban yıldızı olarak da bilinir. فإذا طبعا لأنه هو لامع جدا جدا، فكانوا الناس يفكروا نجم وليس كوكب، يفكروا نجم ويسموه چوبان يلدزي نجم الراعي. چوبان يعني راعي، چوبان يلدزي نجم الراعي، بيسموه نجم الراعي، كانوا فاكرينه لأنه نجم. قالن اتموسفير طبقاسيلا كاب كابالدر، فإذا مغطى بطبقة ثخينة من الغلاف الجوي. دنيانن أن يكن جازيان أولمسنا رغما، هو أقرب كوكب للأرض لأنه مباشرة وبراء الأرض بتجي. تمام. يزيي يبسي قلن أتموسفيرندان دولي دنيادان جوزلان ما مكتدر. فإذا هو مع أنه كتير قريب على الأرض، ولكن نحن ما منش فينا نشوفه من الأرض. ليش؟ السبب لأنه هو حوله في عنا طبقة ثخينة جدا عريضة كتير من الأتموسفير، فلهي الطبقة العريضة من الأتموسفير بتمنع أنه نحن نشوفه من كوكب الأرض، على الرغم أنه هو كتير قريب للأرض، ولكن ما فينا نشوفه بسبب هاي الطبقة، طبقة الغلاف الجوي اللي بتحيط فيه. فإذا هاي بيجينا ممكن نيدان مثلا ما فينا نشوفه من الأرض. ليش ما فينا نشوفه من الأرض؟ دنيا يا أن يقر جزيئا أولمسنا رامين يزي بسقلن أتموسفيرين دولي. فإذا بسبب أنه هو يحيط به غلاف جوي ثخين جدا لا نستطيع أن نراه من كوكب الأرض. Yapısındaki karbon gazları nedeniyle yüzeye oldukça sıcaktır. Yüzeyi oldukça sıcaktır. Taban bir sebep terkibi fi ando gaz el karbon. Bir sebep terkibi el terkibi bi fi dahil bi fi terkib gaz el karbon. Lehaza sebep fa izan sathu ساخن جدا جدا، درجة حرارته مرتفعة جدا جدا، فإذا داخل في تركيب غاز الكربون، لهذا السبب حرارته عالية دائما لهذا الكوكب. üçüncü sırada طبعا بيجي الرقم 3 من حيث القرب للشمس. دنيا الأرض güneşe yakın üçüncü gezegendir. فإذا هي رقم 3 من حيث القرب للشمس. أما من حيث البيكلوك من حيث الحجم، فإذا تأخذ رقم 5 büyüklük bakımında 5. sırada yer alır. تأخذ رقم 5. üzerinde yaşam tek doğal gök cisimdir. فإذا هي الكوكب الوحيد التي يستطيع هي كوكب الحياة الوحيد على في الفضاء، هو كوكب الحياة اللي يستطيع العيش عليه، يعني هو كوكب الوحيد الذي يستطيع الواحد يعيش عليه بشكل طبيعي. دنيانın tek doğal uydusu، فإذا لها كمان تابع أو قمر وحيد فقط اللي هو الآي القمر، فإذا لها تابع وحيد اللي هو القمر. يزينن يقلشك يزدي 70 سولار، فإذا يغطي سطح الكرة الأرضية 70% ماء. يزدي أتوزا كارلار دا كابا الدر، ويغطي سطحها حوالي 30% من اليابسة كار كارا يعني يابسة. çevresini sarılayan bir atmosferi vardır ve yuhit bihi gilaf jawi. يحيط به غلاف جوي، فإذا هو كوكب الحياة الموجود الوحيد الموجود في المجموعة الشمسية، تمام. بير أيدو سوار، له تابع وحيد اللي هو أي. طبعا يوزدي 70 سو، فإذا 70% منه ماي، ويوزدي 30 كارا يابسة. onun çevresinde atmosfer var. فإذا حوله يوجد طبقة من الغلاف الجوي. هلا رقم 4 دوردنجو سرادا من حيث القرب للشمس. مارس المريخ. güneş sistemindeki gezegen içinde güneşe yakınlıkta 4. sıra. فإذا رقم 4 من حيث القرب للشمس.
طبعا بيكلك باكم من ضي الدين دسرادا يير ألر، بياخد رقم 7 يعني الكوكب ما قبل الأخير، رقم 7 من حيث الحجم، دنيا إلى جوبيتر أرسندا يير ألان مارس، فإذا هو ما بين الكرة الأرضية والمشتري. طبعا بنسميه المريخ، اسمه كمان في له بيسموه المريخ، نحن بالعربي بنسميه المريخ، نحن بالعربي بنسميه المريخ. يو زي كرم kırmızı kırmızımsı bir görünce görünüşe sahiptir. Tabii satuhu satuhu lonuhu ahmar. Satuhu yani mübeyyen lana lonuhu ahmar. Felehek bu nedenle kızıl gezegen olarak olarak da bilinir. Feizen yusemmu kemen nehne şa'i beyni nas kızıl gezegen. Kızıl gezegen el kavkab el ahmar. Bensemi el kavkab el ahmar. Bensemi kızıl gezegen. Ve ezen ma'ruf aydan bi ismu tani gher el marrih ve el mars. İsmu kızıl gezegen el kavkab el ahmar. Leş? Leannu satuhu mbeyan lonu ahmar. İkinci doğal, iki doğal uydusu var. Lahu kamerin taban. Marrih lahu kamerin. Mars'ın kütlesi dünyanın kütlesinde onda biri. طبعا كتلته هي 1/10 من كتلة الأرض يعني أصغر من الأرض. جزيجانين çevresinde dünyanın atmosferi benzeyen fakat daha seyrek olan bir atmosferi vardır. طبعا كمان يحيط به كمان طبقة من الأتموسفير، أيضا كمان يحيط به طبقة من الأتموسفير، ولكن هاي الطبقة سيرك كتير كثير قليلة، شحيحة، رقيقة جدا، تمام؟ يعني هو بيغطي حوله طبقة من الغلاف الجوي مثل الأرض، ولكن هاي الطبقة اللي بتغطي كثير شحيحة، كثير قليلة، يعني ما بتكفي لحدا يحب، ليست كافية للعيش، ليعيش الناس عليها. طبعا يوزين يوزين دسو يوكتور، ليس على سطحه ما في مي، كله يابسة. تمام اما kutuplarda su bulunabileceğini tahmin edilmektedir. Fazer ولكن العلماء يخمنون انه ممكن يكون بالقطب بمنطقة القطب في مي بالاقطاب لا هذا الكوكب. تخمين هذا طبعا ما وجدوها وانما هذا التخمين. مارس تايشيا يشام اولب اول مدن هالا اراشتوريور. طبعا لهلا العلماء عم يبحثوا انه اذا فينا الناس تعيش يعني هل هناك حياة على كوكب المريخ او لا. مارس دنيادان çıplak gözle görünebilmektedir. طبعا فيني شوف كوكب المريخ من الكرة الأرضية بعيني المجردة، ماني بحاجة لا للتلسكوب ولا أي شيء، فيني شوفه لكوكب المريخ من الأرض بشكل طبيعي بعيني العادية. فإذا إلوك طبعا نرجع نتذكر، فإذا اسمه قزل جزيجان الكوكب الأحمر لأنه شو بيبين لونه أحمر، لأنه لونه أحمر kırmızı mısı. فإذا kırmızı mısı. فإذا له لون أحمر. لك بسموه kızıl gezegen. له قمرين. İki. له قمرين طبعا وسيرك bir atmosferi. فإذا عنده طبقة رقيقة جدا من الغلاف الجوي. العلماء عم يبحثوا إذا ممكن يلاقوا في مي بالقطب وإذا فيه حياة أو لا. هلأ الكوكب رقم 4 كان المريخ 5 جوبيتر. جوبيتر اللي هو رقم 5 طبعا جونيشن سيستمندكي ان بيو جزيجان، هو رقم 1 من حيث الكبر، هو اكبر كوكب بالمجموعة الشمسية هو المشتري. جونيشن يكون نقطة 5 جسرة وبياخد رقم 5 من حيث القرب والبعد عن الشمس. بجوني قدر لحد هذا اليوم 67 doğal uydusu keşfedilmiştir. لحد هذا اليوم بجوز بكره يكتشفوا لسه اكثر. لحد هذا اليوم اكتشفوا له 67 قمر. جوبيتر'ün en büyük 4 uydusu. فاذا kendi yaptığı basit teleskopla 1610 yılında ilk gözlemleyen Galile olmuştur. Tabii. Tabii. Emta keşfu evvel 4
توابع له او اربع اول اربع اقمار للمشتري اكتشفوها في عام 1610 بين التيوز اوندا. تمام، ب 1610 اكتشفوا اول اربع اقمار لجوبيتر. طبعا مين اكتشفه؟ العالم غاليلو، غاليلو غاليلي، العالم غاليلو غاليلي. طبعا كيف اكتشفها؟ عن طريق التلسكوب اللي صنعه بايده، الناظور اللي صنعه بايده تلسكوب. طبعا ليومنا هلا اكتشفوا 67 قمر له، بجوز لقدام لسه يكتشفوا اكثر ممكن. طبعا جوبيتر تو بلاك جوز لجوز لنا بالمقدر بامكاننا انه نشوفه بعيننا من غير ما تلسكوب، طبعا من غير تلسكوب. فاذا اول اربع اول اربع اقمار له شفناهم، شافهم العالم او اكتشفهم العالم غاليليو، غاليليو غاليلي عام 1610 عن طريق التلسكوب اللي صنعه بايده. طبعا جوبيتر ام بيوك جازاجاندر هو اكبر كوكب، وبشنجي سرادا جونيشان يقنلقها جوره، وخامس خامس كوكب من حيث البعد عن الشمس ساتورن. ساتورن güneşin sistemindeki güneşten uzaklık sırasına göre 6. gezegendir. Fazan huwa rakam 6 min hayis el bu'd ala şems. Sat büyüklük açısından tabii min hayis li kibar huwa rakam 2. بعد Jupiter biji Saturn. Büyüklük açısından Jupiter'dan sonra 2. sırada gelir. Fazan huwa rakam 2 min hayis el kibar. Çıplak gözle izleyebilen 5 gezegenden birisidir. Fazan huwa ahad khamsa ahad el kawakib el khamsa lati nastati' ru'yatuha bil 'ayn. Min el kawakib el fi nshufa bi 'ayni kan Mars, Jupiter u Saturn. Hadol ahad el kawakib el khamsa lati fi nshufun. Hasa fi dal kawkabayn fi nshufun bi 'ayni kaman. Taban bi 'ayni. Taban çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biridir. Kalın ve karmaşık bir atmosfer tabakasıyla çevrilidir. Fazan huwa ibara lahu hawlu fi anna tabaka fakhina jiddan min al-ghilaf al-jawi wa karmaşık wa mu'aqqada. Yani fiha tarkib fiha gazat kteer kteer. Tamam? Mu'aqqada. Fazan mu'aqqada wa fakhina jiddan min tabaka hawluhu tabaka min al-ghilaf al-jawi fakhina wa mu'aqqada. Halakaları oldukça dikkat çekicidir. مباشرة باش نشوف ساتورن ننتبه مباشرة انه في حوله هاي الحلقات. yakın zamanlarda belirleyen birlikte 62 uydusu vardır. طبعا اكتشفوا له 62 قمر. فاذا جوبيتر له 67 هذا له 62. اورانوس. اورانوس güneş sisteminde güneşe uzaklıkta 7. فاذا هو رقم سبعة من حيث البعد عن الشمس بيكلوك أتشسندان üçüncü sırada. فإذا أما من حيث الكبر بياخد رقم 3. 13 Mart'ta 1781'de William Herschel gerçekleştiğini bir dizi gözlem sonunda gezegen olduğunu anlamıştır. طبعا تم اكتشافه في 13 Mart 1781'de في سنة 1781 عن طريق William Herschel. Dönüşü yan 61 varine, varile, varile hekilmiş değil de Alena. Varile yani barmil. Fazan huwa ibara an, yani fina şebbuhu la barmil velaken bi şekil ufuki. Tamam. 27 uydusu var. Fazan elu 27. قمر جزاجان يزي توك سولوكتور. طبعا هو كتير بارد. ليش؟ لانه بعيد كتير عن الشمس، فما عاد عنده مصدر للحراره، بعيد جدا عن الشمس، فلهيك سطحه جدا بارد. نبتون جونيشن ان اوزاق جزاجاندر هو ابعد كوكب عن الشمس. بيكلوك اتشسندان دوردنجو سرا يير الر. فاذا بحيث الكبر بياخذ رقم اربعه. Çok uzakta olduğu için dünyadan çıplak gözle görülmez. Taban la noktiri bi'id ma'ad fini şufu bi'ini. Neptün Uranus'un ikiz olarak bilinir. Fezen bu'ul enu Uranus. Neptün huwa el-tawam, el-kawkab el-tawam li Uranus.
Bugüne kadar 13 uydusu vardır gözlemlenebilmiştir. Fezen lahad liyon temme iktişaf 13 kamer ilu. Çünkü teleskopla bakıldığında küçük yeşil mesi yuvarlak bir cismi olarak görülür. Taba minşufu bi et teleskop an tarih enu huve kavkab sagir cidden ve launuhu akhtar. طبعا فاريلي هو قلت لكم انا برميل هدول براميل البلاستيك لونها ازرق ما عارف اذا بنعرف تعرفوها انتم الفاريلي هو برميل بلاستيك لونه ازرق طبوته سوداء هذا هو الفاريلي بنسميه طبعا هيك بنكون خلصنا الكواكب كلها بالدرس القادم رح نتعرف على الميتيورلار وجوكتاشلار الشهب والنيازك ان شاء الله بتمنى يكون الدرس واضح درس جدا جدا سهل ولكن بتمنى نكون شوي مراجعة منه في البيت واي سؤال بامكانكم تطرحوا علي بشكل مباشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته